وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة قال السيد عبد الواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفيت أن الجائزة تدفع الشركة لتقديم المزيد من المبادرات المبتكرة. الجائزة طبعا تحت حقيقة يعني تعكس توافر الجهود مختلف الجهات، وبما فيها اللي هو توجيه مصرف البحرين المركزي وتعاون المؤسسات المصرفية والبنكية. احنا اليوم طبعا تطبيق بنفيت كثير من الناس يستخدمون هذا التطبيق المهم اللي موجود في البحرين واللي ساهم بشكل كبير مباشر في عمليات التحويل الالكتروني. بس حبيت يعني للعلم اشارككم ان من ناحيه المستخدمين هم بلغ المستخدمين تقريبا 700,000 او اكثر من 700,000 مستخدم مع 4,000 مؤسسه. اما من حيث التحويلات المجمل فصار تقريبا في حدود 3 مليار بس مجرد سنه 2021. فالجائزه طبعا تدفعنا يعني تدفعنا ان نكون نقدم مزيد من الخدمات المبتكرة إن شاء الله. فلسفة البرنامج هو تحويله كأسلوب مفضل للدفع لعامة الناس، فتركيزنا دائما يكون أن التجربة تكون أو التطبيق يكون مستخدم بشكل سهل مبسط ومريح.